احنا محمود هلا واقفين قبال العماره، واقفين قبال العماره تبعت ايش؟ نور الدين، نور الدين ابو الخير الحلاق، هذا حلاق شايف محمود، هذا العماره هلأ نور الدين ابو الخير الحلاق. هاي العماره يعني انبنت قبل المهاجره بشوي، بنوها شايف قبل المهاجره شوي بنوها محمود. هاي هون كان كله دور محمود، كله دور هون بربالك والله، كله دور. هاي كانت هذه العماره كانت عاليه، وهون كله دور هيك هيك هيك، ودور على البحر بقلب المي كمان عند البحر. البحر ما هو بعدوه هلا، كان اول البحر اقرب لهون شايف، كان اقرب. هذا شاب، هذا صخر اسمه، سموه هذا صخر اسماعيل، هذا محمود، هذا اسماعيل وهذا العريض، هذا الاول والثاني والثالثه والزيره والبياضه هون شايف. هاي العريض هي شايف، وهذا اسماعيل شايف، هذا الصخير هياته شايف. هون تشوف الفلايق كلها هيك صف صف، الفلايق كلهم صياده، كانوا صياده كلهم صاحبين فلايق ايام القلع، كان هذاك الوقت كان ايش اسمه، شو بقولوا شراع، شراع بسموه. وين كانت مخبز المكاوي؟ المكاوي هي هون محمود، هي هاي ما هدينه، عملوا عمارة محله. كم الفرن كان في الحارة هون؟ عندك طلع، في عندك واحد المكاوي، في عندك واحد ابو الحج، في واحد هذا تبع دار جعرام، في تبع فضله، في تبع دار هذا بزازو، في هون ولفوق دار بنات. لا فوق هيك بدك تروح دار مرعي، في كمان لفوق هيك في دار مرعي كمان، كمان لفوق في دار مرعي كمان. غادي ابو سعد انو كان باص هنا، انو باص كان نمره اليوم واحد، نمره واحد. ايش هذا نمره واحد؟ نمره واحد ابو غزالي، باص نمره واحد ابو غزالي من هون. اه هذا شارع العجمي، هذا بقولوا شارع العجمي، اه كان يوصل لا عند الجبليه وميه، نمره واحد. اه وشارع الهلوه كان نمره سته، شارع الهلوه وابو كبير كان نمره ثلاثه، واربعه، والمنشيه كان هذا اثنين، وسكر الدرويش وأمية تحت أمية كان نمرة أربعة. والله ذكرهم زي هلا محمود، وحياة اللي خلقك ذكرهم زي هلا والله العظيم محمود. هذه العمارة شايف، هذا القصر مش العمارة، قصر هذا تبع دار الصاوي، كان هون واحد اسمه الدب العضاد، حتى عندهم خدام، كان الأولاد لما يعزبوه كنت أنا يعني منهم، وحياة الله يمسكك يعضك يعضك يا الله الله يرحمه الثاني ايش كان، بقول لك وحياة الله. بعدين عندك هون دار القبطان، بعدين دار ابو رماني، بعدين دار القاضي، ودار ابو ابراهيم ابو طالب برضه دار المهدي بيقولوا لهم، وفي عندك دار ايش اسمه تحت علي عايل، هذه دار سوا، هذول كانوا في جنبهم دار الدجان بس هدوها محمود، راحت تبع دار الدجان، راحت محمود راحت. تعال يلا تعال انزل هيك هلا، ايوه مش ابو الخير مشان نشوف هذه قهوة ابو الخير، بعدين بدنا نشوف كمان مينا طنوس غاد محمود، بدنا هنا كمان مينا طنوس اللي لما نزلنا احنا يوم بال 48 يوم اول ما دخلوا اليهود علينا، هو قال لابوي قال له سعد روح من هون هلا اليهود بدهم يجوا شايف، قال له قال له الساعة 12 بدهم يدخلوا عنا، ضلينا مروحين احنا. مزبوط كان الدار علي عايش ام علي، صح مزبوط هون مزبوط صح اللي بتحكيه 100%، وهدول دار شو اسمهم هون نسيت صلى الله عليه. هذه ضرب رماني هنا، هاد هاد هاي 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 ضرب رماني، اه ودار نابلسي هون محمود، هياته حربي حربي ودار القاضي لورا منه، هاي ودار القاضي غاد مرقناها مرقناها محمود، دار القاضي طلع عن جد هذا، اه قديم يا اخوي ايام زمان، ايش من ايام زمان. كمل ابو سعد. لا احنا هذه العافية، هاي هاي دار، هذا دار الهزاوي هاي كيف حالك، هاي من ايام تركيا موجودة هون، بس ايش جددوها عملوها جديدة، هاي كانت موجودة، وهاي قهوة الدجاجة، هاي لدار ابو الخير، هي اصلها دار ابو الخير، وهذه قبالها هون قهوة النعلواني اللي كان ابو عمر عايش فيها بال 48 لما دخلوا اليهود، كان ابو عمر عايش هون فتح القهوه، وهذه كانت موجوده دجاجه. هلا بدي ادل لك وين نسم انت بوقف وكيف قال للناس محمود، وابو مني ابو نبيل، ابو نبيل هي اللي اسمه بدنا وصلناهوش، ابو نبيل قدام يا زلمه. كيف كانت يعني زمان بال 48 لما
اجوا هون لما استحلوا ودخلوا على البلد بحكي له انه هذا بقول له هي داركم يعني الاصليه الاردنيه من ايام اتراك بقول له جددوها ليه الحمد لله سالت عليك العافيه الله يخليك اول اياك يا رب الحمد لله نشكر والله نشكر الله انه وفينا اجرينا من قديش انو سنه لهينا المحل 1888 زيدو المحل زيدو ابوه هو اللي 48 قبل انتم من 40 قبل انتم من انجليز كان هون موجود هاي مينا طنوس داره هاي دار مينا طنوس هاي مينا قهوة الدجاجة هاي اول ما قلت له هذه قهوة الدجاجة هاي لدار ابو الخير هي اصلا هون محمود محل ما انا واقف كان في عندنا حكم عسكري اسمه نسيم عنتابي ابو سامي بيقولوا له وهذه اللي انت واقف عندها كانت قهوة المعلواني اللي كان عايش فيها ابو عمر عايش هذه كان فيها فاهم واي قهوة الدجاج هاي هون كانت يوم جمعة العصريات بالضبط العصريات بسنة الخمسين اجا وقف هون كانت بعد العصر الدنيا قال لهم اسمعوا يا جماعة يا اللي انتوا كلكم هون انا بدي احكي كلمتين هذا مين الحكم العسكري شايف سامي العنتابي ابو سامي العنتابي نسيم العنتابي ابو سامي قال لهم بدي احكي كلمتين فيش غيرهم قالوا ليش واقفين العالم هيك محمود هيك واقفين قال لهم شوف اللي راح فش له رجعة مش راح يرجع انا قلت لكم هالكلمتين قلت لكم اياها واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يروح الشيء يسوي ايش بده تعرف اشوف في بعض العالم صارت يغلط بلساناته ما حكاش اجوا بالليل حمل يوم وين عبيتنا بالا يابا زطوهم هناك يلا اللي بيحكي زطوه غاد محمود عبيتنا بالا عبيتنا بالا زطوه اللي كان يحكي تحت امه عبيتنا بالا يلا الى المعلواني كانت شايف هاي دار هون دار ابو نبيل ابو مني هاي داره مياته شايف دار ابو نبيل هاي الياس اسمه حتى الابو الكبير هاي محمود هياته هاي هون هذا شارع الادغم هذا شارع الادغم شايف محمود هون هذا شارع الادغم هون تحت دار الادغم هون هذه كانت دكانه حتى هون